بفيلا الفنون بالدار البيضاء، مؤسسة المدى تحتفي بطلبة المغاربة في مجال الفنون الجميلة من خلال تقديم الجوائز للفائزين الذين أثارت أعمالهم في موضوع الهوية المغربية لجنة التحكيم. لقد حصرنا أعمالا في غاية الأهمية وذات صلة بموضوع المسابقة المتمثل في الهوية المغربية، كما أتقن هؤلاء الشباب للمعرفة التقنية إتقانا رائعا وبرهنوا على إمكانات هائلة. مسابقة جوائز مؤسسة المدى المنظمة بشراكة مع المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء ومعهد الفنون الجميلة بتطوان من شأنها الارتقاء بالإبداع المعاصر وأعمال الفنانين الشباب من خلال تنظيم معرض جماعي خاص بهم وتمكينهم من جوائز متنوعة. بداية أنا سعيد جدا بحصول العمل الذي قمت به على الجائزة الأولى. المسابقة مرت في أجواء جيدة، ومثل هذه المسابقات من شأنها تشجيعنا نحن كفنانين شباب. مؤسسة المدى أعلنت بالمناسبة عن إطلاق النسخة القادمة من جوائزها في فبراير 2024، فضلا عن تنظيم مرتقب لمعرض جماعي آخر يضم الفائزين بالجائزة التي تستقبله فيلا الفنون بالدار البيضاء وفيلا الفنون بالرباط.